ينضم إلينا من رام الله أنس أبو عرقوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وبداية، ما تقييمك لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار الحرب في غزة؟ وكيف ترى رفض نتنياهو لمطالب حماس في المفاوضات؟ وما تأثير ذلك على إمكانية التوصل إلى تهدئة؟ يعني ما جاء على لسان بنيامين نتنياهو ليس مستغربا، انه عصي في دواليب الصفقه. هو يعني خاطب جمهوره انه سيظل وفيا لمواقفه التي تعني يعني ادامه الحرب في قطاع غزه الى اطول فتره ممكنه، وربما بحسب تعبيراته يعني إلى الأبد، حتى يعني تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة. رسائل يعني وجهها إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إلى الجمهور الإسرائيلي، أن يعني هذه الصفقة يعني لن تكون إلا إذا كانت هناك شروط تعجيزية. يعني يريد ضمان استمرار الحرب بعد أن تتخلى حماس عن ورقة الأسرى، يريد تثبيت السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا وعلى معبر رفح. هذه وصفة لإدامة الاحتلال في قطاع غزة وإدامة الحرب التي يعني يدفع ثمنها على مدار الساعة يوميا عشرات المدنيين. ما قاله نتنياهو هي إعلان حرب دائم على قطاع غزة، وضربة وإجهاض ودفن لصفقة تبادل الأسرى وتلاعب بمشاعر ذوي الأسرى الإسرائيليين الجنود. الآن ذوي هؤلاء الجنود بعد هذا الخطاب يعني توصلوا إلى قناعة تؤكد أن شكوكهم بشأن نوايا نتنياهو المتعلقة بهذه الصفقة كانت في محلها. هو لا يريد صفقة، هو يريد إدامة هذه الحرب وليكن ما يكون. ولم يعني تحدث عن سقف غير محدد من الناحية الزمنية بهذه الحرب. خطابه يشبه خطابات شارون عندما دفع إسرائيل للتورط في حرب لبنان الثانية، والتي استمرت إلى يعني سنوات طويلة، دفع خلالها الشعب اللبناني أثمانا باهظة، ويعني والشعب الفلسطيني الذي تم تدمير مخيماته في لبنان، وايضا سقط المئات من الجنود الاسرائيليين القتلى. طيب، يعني كيف يمكن ان تؤثر هذه الاحداث على استقرار المنطقه بشكل عام؟ يعني نتنياهو هناك في اسرائيل وبحسب نظرية الحرب في اسرائيل، الهدوء واستعادة الهدوء في جبهة قطاع غزة لا يقتصر تداعياته على قطاع غزة. هناك الجبهة الشمالية هي جبهة مرتبطة عضويا بما يدور في قطاع غزة، لذلك فإنه لا سبيل لإنهاء الجبهة الشمالية قبل التوصل إلى وقت لإطلاق النار مع قطاع غزة. لكن كما يبدو فإن نوايا نتنياهو مختلفة، ويريد إدامة الحرب في قطاع غزة، وهذا يفتح المجال على يعني توسيع الحرب على الجبهة الشمالية، يتسع نطاق القصف المتبادل بين الطرفين، وربما كلا الطرفين يجدان نفسيهما في خضم معركة لم يرغب بها الجانبان. الآن نتنياهو يشعل النار في قطاع غزة، يريد إدامة
هذه المعركة تحقيقا لأهداف أيديولوجية وأهداف شخصية تتعلق برغبته ورغبة اليمين في إسرائيل في يعني تهجير السكان في قطاع غزة في المستقبل وتدمير كل شيء يعني يعين هؤلاء السكان على البقاء على قيد الحياة. هي الآن يعني من تابع الخطاب وخطاب الذي كان والذي جاء بعده على لسان رئيس هيئة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت كان تقريبا بنفس الروح، ولكن اختار جالانت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تخبر يعني نعم يعني كيف تقيم هذا؟ ما تقييمك لدعوة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر؟ يعني نتنياهو يريد لجنة تحقيق حكومية، أي أنه من يشكلها ويتحكم فيما يعني في خلاصاتها النهائية. ما دعا إليه وزير الجيش هي أن تكون لجنة رسمية. في هذه الحالة اللجنة الرسمية في إسرائيل تعني أنها لجنة يترأسها قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، لا تكون خاضعة شخصيا لرئيس الحكومة، وبالتالي تكون قادرة على اتخاذ يعني إجراءات بحق رئيس الحكومة ويخضع لها الجميع. مطالبة وزير الجيش يعني تأتي في خضم اتهامات متبادلة بين نتنياهو، يعني نتنياهو يمارس حرب تسريبات وطعنات في الظهر ضد وزير جيشه، وهذا الوزير يعني رد على هذه الطعنات التي يعني تأتي على ألسنة أبواق نتنياهو في القنوات التابعة له، تحديدا القناة 14، حيث هناك يعني خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة كانت هناك حملة دعائية إعلامية تستهدف تحميل جالانت ورئيس الأركان مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر وإعفاء نتنياهو من كل التبعات ومن المسؤولية. هذا جاء ردا على هذه الحملات ودفاعا عن الذات من قبل جالانت. نتنياهو كما كشفت القناة الإسرائيلية 12 خلال الساعات الماضية أنه بحث مع كبار قادة حزب الليكود ومسؤولين آخرين توقيت محتمل لإقالة جالانت من منصبه. جالانت يشعر أن أيامه معدودة وأن مستقبله السياسي في حزب الليكود يعني بات محسوما، وأنه لن يكون في المستقبل داخل هذا الحزب، لذلك هو يريد الانتقام من بنيامين نتنياهو وتحميله يعني مسؤولية الإخفاق في 7 أكتوبر. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله أنس أبو عرقوب، الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية.